السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا نحييكم مع نهاية الأسبوع، واليوم يوم خميس إن شاء الله، والجميع إن شاء الله مستانسين. حياكم الله مشاهدينا في مساء إماراتي يتجدد. نبدأ بعناوين فقراتنا، خلنا نتابع سوا. شكاوى الطلاب من صعوبة أسئلة الامتحانات، مشكلة تتكرر كل عام. مهرجان دبي السينمائي في دورته 11 بتشكيلة من روائع الفن السابع. والفنان طارق المنهالي يثري سهرتنا الفنية بأروع أغانيه. إذن كانت هذه عناوين مشاهدينا لليوم، إن شاء الله نهايتها فقرة فنية مع الفنان طارق المنهالي. أما الآن كالمعتاد نشرة الأخبار والزميلة شيماء الشامري. نحييكم بأطيب التحايا أينما كنتم. في نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة الظفرة، معكم شيماء الشامري، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء معهد الشارقة للتراث، ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 70 لسنة 2014 على ينشأ بموجب المرسوم في إمارة الشارقة معهدا للتراث يسمى معهد الشارقة للتراث، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، فيما يصدر قانون بتنظيم المعهد وأهدافه واختصاصاته وأقسامه وإدارته وشؤونه كافة، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن نقل وتعيين رئيس لمعهد الشارقة للتراث، ونص المرسوم رقم 72 لسنة 2014 على أن يرقى السيد عبد العزيز عبد الرحمن المسلم مدير إدارة التراث في دائرة الثقافة والإعلام إلى درجة رئيس دائرة، وينقل إلى معهد الشارقة للتراث وتعيينه رئيسا له. يعمل بالمرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 69 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجمع الشارقة للآداب والفنون، ونصت المادة الأولى على أن ينشأ بموجب هذا المرسوم في إمارة الشارقة مجمعا للآداب والفنون يسمى مجمع الشارقة للآداب والفنون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، ويعتمد مسمى المجمع باللغة الإنجليزية شارجا كولكشن أو كولكشن أوف ذا آرت، ويكون مقر المجمع الرئيس في المدينة الجامعية في الشارقة. كما نص المرسوم على أن يصدر قانون بتنظيم المجمع وأهدافه واختصاصاته وأقسامه وإدارته وكافة شؤونه على أن يعمل بما جاء فيه من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه وفد جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا، ورحب سموه في مستهل اللقاء بالوفد متمنيا أن تسهم الزيارة في إكسابهم آفاق ورؤى جديدة عن دولة الإمارات والتعرف عن كثب على الإنجازات التي حققتها في شتى المجالات. واطلع سموه خلال اللقاء على أهداف وبرامج الجامعة بجانب بحث أوجه التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في العديد من المجالات التعليمية، مؤكدا أن هذه اللقاءات تنعكس بشكل إيجابي على الطرفين، حيث يعد قطاع التعليم أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة في الدولة. ومن أخبارنا، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ونص القرار على عضوية كل من معالي الدكتور مغير خميس الخيالي رئيس هيئة الصحة أبو ظبي، وسعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة خليفة محمد حمد فارس المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية، وسعادة رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة أبو ظبي، وسعادة فارس عبيد سالم عبيد الظاهري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بالإنابة. دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم مبنى المسافرين الجديد في محطة سفن الرحلات البحرية في بناء راشد التابع لموانئ دبي العالمية. يعد مبنى حمدان بن محمد للمسافرين في محطة سفن الرحلات البحرية رقم 3 الأحدث والأكثر فخامة وأكبر منشئة منفردة لسياح الرحلات البحرية في العالم بقدرة استيعابية تصل إلى 14,000 سائح في اليوم. وخلال الزيارة التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عددا من الموظفين والموظفات من المواطنين الإماراتيين العاملين في المشروع، كما واطلع سمو على مجموعة من العروض التي تروي قصة تطور ميناء راشد منذ عام 1967 و900 وألف. كما استمع سمو ولي عهد دبي خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من مدراء الدوائر المحلية بدبي من سعادة اللواء محمد احمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي لشرح موجز عن نظام مؤشر السعادة للمسافرين عبر منافذ إمارة دبي ونظام التعرف على هوية المسافرين عن طريق بصمة الوجه وربطه مع نظام مؤشر السعادة. كما شهد سموه شاشة لوحة التحكم في غرفة العملية التي تعرض النتائج والإحصاءات الخاصة بمؤشر السعادة. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم 47 لسنة 2014 بشأن تقسيط الغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي. وينص القرار على أن يجوز لمدير عام الجهة الحكومية ويشمل المدير التنفيذي أو الأمين العام لأي منها أو من في حكمه أو من يفوضه الموافقة على تقسيط الغرامة بناء على طلب يقدم من الشخص المكلف بسدادها أو من يمثله قانونا، على أن يبين في الطلب أسباب عدم القدرة على سداد الغرامات المفروضة. هذا ويتم البت في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرار والقرارات الصادرة بموجبه. استضاف مجلس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين محاضرة بعنوان بناء الدولة والتمكين الاقتصادي للمرأة، ألقتها دينا حبيب باول رئيسة برنامج الشراكات الدولية ورئيسة مؤسسة جولدمان ساكس بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي وعدد من كبار المسؤولين لدى الدولة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل أيمن المصبح. شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي المحاضرة التي ألقتها دينا حبيب باول رئيسة برنامج الشراكة الدولية ورئيسة مؤسسة جولدمان ساكس بعنوان بناء الدولة والتمكين الاقتصادي للمرأة بمجلس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين في العاصمة أبو ظبي. وأشارت في بداية محاضرتها بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وتمكين المرأة من تبوء مكانتها وإتاحة الفرصة لها تعليميا واجتماعيا، وأن تساهم بشكل فاعل في ريادة الأعمال وقيادة مؤسسات اقتصادية واجتماعية وإعلامية. كما ذكرت أن نجاح تمكين المرأة في المجتمع كان يعتمد على رؤية القادة، معربة عن إعجابها برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في دعمه للمرأة وإتاحة الفرصة أمامها في أن تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وهو ما حقق لها بالفعل المكانة والريادة في العديد من النشاطات والبرامج المختلفة، مؤكدة إننا ونحن في القرن 21 في أمس الحاجة إلى قيادات كبار أمثال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي كان دائما يؤكد على مكانة المرأة وعمل بكل جد على أن تأخذ مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت ابنة الإمارات تشارك بفعالية في مسيرة التنمية وهي محل اعتزاز وافتخار لقادة العالم. أيمن مصبح، قناة الظفرة. أكدت معالي الدكتورة آمال القبيسي مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم أن نعمة الأمن والأمان التي تتمتع بها دولة الإمارات نتاج رؤية قيادة حكيمة وضعت كرامة الإنسان وسعادته وأمنه على رأس سلم أولوياتها، الأمر الذي جعل إماراتنا أكثر بلدان العالم أمنا وأمانا واستقرارا، ومكن لشعبنا مواصلة مسيرته التنموية نحو مزيد من التقدم والازدهار والرخاء. جاء ذلك خلال اللقاء معاليها المعلمين الأجانب القاطنين بجزيرة الريم لتقديم العزاء لهم في وفاة زميلتهم المعلمة الأمريكية والتأكيد على وقوف المجلس إلى جانبهم في السراء والضراء، وطمأنتهم بأن الجريمة هي عمل فردي جبان لا يعبر عن واقع حال المجتمع الإماراتي المعروف بكرمه وسماحته واعتداله وحسن ضيافته. يأتي هذا اللقاء الذي حضره مندوبون عن الشرطة المجتمعية ومكتب شؤون الضحايا بشرطة أبو ظبي ترسيخا لقيم التضامن الاجتماعي وتعبيرا عن قوة إرادة ولحمة المجتمع الإماراتي وترابطه وتماسكه، وتأكيدا على أن جميع العاملين في مجلس أبو ظبي للتعليم أسرة واحدة. نفذت القوة المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أمس البيان العملي بالذخيرة الحية ضمن التمرين العسكري المشترك سهام الحق. شهد فعاليات البيان العملي الذي جرى في الدولة سعادة اللواء الركن سيف مصبح عبد الله المسافري رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محسن الشاذلي رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة المصرية، والعميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين وضباط وزارة الداخلية الإماراتية. ويهدف تمرين سهام الحق الذي يعد الثالث من نوعه بين البلدين خلال هذا العام بعد تمريني زايد واحد في الإمارات وخليفة واحد في مصر إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل المنشود للقوات المشاركة في التمرين. تنظم جائزة الشيخ زايد الكتاب بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالية فكرية تحت عنوان الثقافة العربية في اللغات الأخرى في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس في فرنسا. تأتي هذه الاحتفالية التي تعقد مساء اليوم ضمن البرنامج الثقافي الموسع للدورة التاسعة من الجائزة، والذي شهد خلال الأشهر القليلة الماضية لقاءات وأمسية وحوارات ثقافية في الأردن وإسبانيا واليابان لتعزيز الوعي بالجائزة وأهدافها بوصفها رافدا يثري دراسات العربية وفنونها وآدابها، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرة أبو ظبي لإعلاء قيم التسامح والحوار بين الحضارات على اختلاف توجهاتها ورؤاها. يشارك في الندوة الدكتور علي بن تميم الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، والدكتور كاظم جهاد عضو الهيئة العلمية للجائزة، والدكتور ماريو مؤرخ وعالم آثار إيطالي فائز بفرع الثقافة العربية باللغات الأخرى للدورة الثامنة 2014 والناشر والمؤلف فاروق مردم بيك. بحث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت وسعادة أرحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت في قصر بيان العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. ورحب سمو رئيس الوزراء الكويتي خلال اللقاء بزيارة سفير الدولة متمنيا للعلاقات بين دولتي الإمارات والكويت مزيدا من التطور والنماء. تسلم سعادة محمد امير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في مكتبه في ديوان عام الوزارة اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة شانكوا سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. وتمنى سعادة وكيل الوزارة خلال اللقاء للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والصين. من جانبه أعرب السفير عن سعادته بتمثيل بلده لدى الدولة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نظم مجلس سيدات أعمال دبي جلستين الأولى بعنوان التعامل مع الأفراد اللذين يشكلون تحديا في حياتك، والثانية استخدام موقع لينكد إن للوصول إلى عدد أكبر من الناس. وقالت رجاء الكرج رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي الممثل الرسمي لسيدات الأعمال في كل من المجال المهني والاستثماري في الإمارة، قالت إن هذا العام كان استثنائيا لمجلس سيدات أعمال دبي، ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي تحققت نتيجة المجهود والعمل الذي قمنا به. وأضافت أن هذا العام اختتم بجلستين لعضوات المجلس، حيث سلطت الضوء على موضوعين مهمين، حيث أنه أينما ذهبت ستلتقي أشخاصا يشكلون تحديا لك، ولذلك فمن المهم خاصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات أن يعرفوا كيفية التعامل مع هذا النوع من الأشخاص لتفادي المشكلات وتحسين العلاقات بينهم. وقعت بلدية دبي وهيئة التأمين في العاصمة أبوظبي اليوم مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعرفة والتقنية. وقع المذكرة في مقر البلدية المهندس محمد عبد الله الزفين مدير إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي، فيما وقعها عن هيئة التأمين في العاصمة أبوظبي عبد الله محمد الحبسي مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة. يأتي توقيع المذكرة انطلاقا من الدور الذي تطلع به بلدية دبي في مد جسور المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، إذ أن هيئة التأمين أبدت رغبتها في الاستفادة من برنامج التقييم الإلكتروني والعائد للبلدية. وأكد المهندس محمد عبد الله الزفين حرص بلدية دبي وهيئة التأمين في أبوظبي على تعزيز أواصر الترابط والتعاون القائم بينهما في مجال التبادل المعرفي. نصت على أن تزود البلدية هيئة التأمين بالنسخة التشغيلية ونسخة الشفرة المصدرية لبرنامج التقييم الإلكتروني، وتحتفظ البلدية بكامل حقوق الملكية الفكرية للنظام وملحقاته. استمر المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي نزيف خسائره بمنتصف تداولات ختام الأسبوع، فاقدا 205 نقاط متراجعا بنسبة 4.49% عند مستوى 4376 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2014 على غرار سوق دبي المالي الذي عمقه الآخر خسائره في منتصف جلسة الخميس وسط ضغوط بيعية بشكل جماعي تجتاح الأسهم الكبيرة بقطاع العقارات والاستثمار والبنوك. بلغت خسائر المؤشر العام لسوق دبي في منتصف التعاملات 6.6%، فاقدا 254 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 3628 نقطة. هذا وكان المؤشر العام للسوق قد فقد حوالي 4% من قيمته بالنصف ساعة الأولى من الجلسة، هبط بها إلى مستوى 3731 نقطة. ومن الإغلاقات إليكم أحوال الطقس في دولة الإمارات، هذه درجة الحرارة في مدن الدولة لهذا اليوم لنتابع. ونهاية موجز الأخبار. بعد الفاصل فقرات مساء الإمارات متواصلة برفقة زميلي خديجة وعبد الله في حوار المساء لليلة. نتابع شكاوى طلاب المرحلة الثانوية من صعوبة أسئلة الامتحانات في الدولة. ألقاكم على خير. تحياتنا لكم مشاهدينا. تتواصل الامتحانات الفصلية على مستوى مدارس الدولة في ظل تباين آراء طلاب المرحلة الثانوية للتخصص الأدبي والعلمي حول صعوبة الأسئلة وغموضها وتكدس الورقة الامتحانية وضيق الوقت. العديد طبعا من المشاكل اللي نحن نراها الآن في بعض المواد، وهو ما يشكل مشكلة حقيقية تؤثر على نتائج الطلبة. وفي حين أيدت بعض الآراء التربوية شكاوى الطلبة ووجدوا أنها محقة، أرجع تربويون آخرون الشكاوى إلى إهمال بعض الطلبة وعدم التحضير للامتحانات بشكل جيد. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم الدكتور طبعا سالم الطنيجي عضو مجلس الشارقة للتعليم. حياك الله دكتور. الله يحييكم. الله يسلمك. الله يحفظك. طبعا نحن نتشرف دائما بتواجدك معنا، ما إما عندما نذكر التعليم نذكر الدكتور سالم الطنيجي، ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. طبعا الان بناخذ تقرير ان شاء الله ونرجع للحوار. اذا لنرى ما اعده لنا الزميل علاء اللولو من تقرير عن هذه المساله ثم نعود للحوار. القلق والتوتر وقليل من الارتياح هي أبرز صفات موسم الامتحانات الفصلية في مدارس الدولة، والتي بدأت مشاكله بشكوى الطلاب من صعوبة الأسئلة وتكدسها، إضافة إلى قلة الوقت المخصص للإجابة. وعلى ما يبدو فإن شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة لبعض المواد العلمية كالفيزياء والأدبية كاللغة العربية باتت مشكلة تتكرر في كل عام. وأوضح التربويون أن شكاوى الطلاب غير موضوعية، مرجعين أسبابها بالمجمل إلى عدم استعداد الطلبة بشكل جيد لخوض غمار الامتحانات على اختلاف المواد، وكون أصحاب القضية والموضوع هم الطلبة. فقد وقفنا على المشكلة في أحد مدارس الدولة وسمعنا آراء عينات من الطلبة الممتحنين. والله أسئلة الامتحانات يعني مبارح مثل امتحان الرياضيات جابوا أسئلة كثير صعبة، فأكثر من يعني أسئلة معتمدة على الأساس. والحمد لله اليوم امتحان أسئلة إنجليزي كانت سهلة، امتحان إنجليزي وشوي بسيطة، بس والله امتحان الرياضيات أكثر الطلاب تضرروا فيه يعني من ناحية الدرجات. الرياضيات كانت مادة صعبة، كان في بآخر صفحة كان في أسئلة قصيرة والإجابة قصيرة بس العلامات كثيرة، يعني على السؤال الواحدة إذا تغلط إكس بس ممكن ينقصوك 5 علامات عشان الامتحان، فكان في صعوبة. يعني امتحان هو متوسط بين السهل والصعب، بس أغلبيته كانت صعبة، يعني أغلبيته تناولت الأسئلة الصعبة الطويلة. والله الامتحانات الأسئلة كانت سهلة، في بعضها كان فيها صعوبة شوي، مثل التقطيع العروضي، لأن كان في ثلاث أسئلة ولازم كل سؤال تقطع عشان تكتب نوع البحر. الصعوبة هي على حسب دراستهم، إذا كانوا مذاكرين ومراجعين على الدروس اللي درسوها ما حتجي أسئلة صعبة، فإذا ما كانوا مذاكرين ولا مراجعين ولا دارسين أكيد أسئلة حتكون صعبة بالنسبة لي. هي والله إحنا للحين ما امتحنا الكيمياء والفيزياء، بس أنا يعني للحين امتحنت امتحانين وشايف ان الاسئله طبعا يعني تي على حسب المذاكره وعلى حسب المنهج، ما في شيء صعب يعني، بس يمكن في اسئله قليله يبغي لها تفكير ويبغي لها اسئله عاديه جدا يعني. هيك مرة ثانية دكتور سالم، مثل ما شفت طبعا في التقرير أيضا، وأن المشكلة تكررت خلال سنوات. نعم. يعني تكدس الامتحانات، صعوبة الامتحانات، والعديد من الطلاب أقر بذلك، وفئة قليلة من الطلاب اللي كان عندهم عقلانية في الإجابة بأن هناك صعوبة، ولكن المذاكر لا يمكن أنه ينجح. فألا يوجد هناك مشكلة فعلية؟ هو في مشكلة، لكن نحن قبل ما نتكلم عن صلب المشكلة أنا حقيقة أنا أحب أوجه تحية تقدير لمعالي وزير التربية الدكتور حسين الحمادي على جهوده، وأيضا من خلال تواصل ميدان معي في كثير من المجالس وفي كثير من الأوقات. معالي الوزير الآن حقيقة يقوم بزيارات ميدانية وبنفسه هو يزور الفصول ويقيس مستوى التحصيلي للطالب. الوضع يعطيك في الحالة أنت ما تسمع من حد معين. طبعا صحيح. فهو يأخذ الآن صورة متكاملة، وحدث يعني مثل ما بلغت أنها أكثر من مدرسة، وهذا أيضا يعطي مصداقية للمستوى التحصيلي. طبعا المشكلة موجودة ومتأصلة. النظام التعليمي لا بد أن يكون فيه امتحان طبعا، لأن أنا عندي الآن منهج تعليمي وأريد أقيس مستوى تحصيلي للطالب. صحيح. سواء في المعرفة أو في المهارة أو في القدرات معينة يقوم فيها، أو في عمليات مثل عمليات تحليل وفهم وربط، أو الناتج التحصيلي على أقل وأقيس الناتج التحصيلي. نعم. في النهاية أنا طبعا. الطالب هذا عندي كيف مستواه في المادة هذه؟ هل هو فعلا يعني ملم بالمادة؟ صحيح. ولا نص ونص؟ نعم. هنا الامتحان الشكاوى هذه مستمرة كل سنة، لكن لكل مشكلة حل مثل ما يقولون. طبعا أنا يعني كتربوي وكأيضا كإنسان أيضا عملت في الميدان التربوي، الطالب أنا أقول دائما الطالب عدو نفسه. نعم. الطالب لا يعرف مصلحته، وقلة من الطلبة اللي تحس أنهم طلبة ناضجين يعتمدون على أنفسهم ويديرون الوقت بطريقة جيدة ويعمل له برنامج للمذاكرة. صحيح. ويتمكن من المادة. طبعا. من يضع الأسئلة يضع بعض الأسئلة علشان يفرق بين الطالب نعم، المتمكن الفاهم المتميز والموهوب والمبدع وبين الطالب العادي. نعم. يعني الأسئلة يجب أنها ما تقيس مستوى، الأسئلة دائما توزع على أكثر من مستوى، مستوى الطلاب العاديين ومستوى الطلاب الأقوياء ومستوى الطلاب اللي هم الموهوبين. نعم. أو المتميزين. نعم. فكلهم لهم أسئلة معينة، فالشكوى شيء طبيعي يعني طبعا. لكن في معظم الشكاوى جت على مادة الرياضيات مثلا ومادة الفيزياء، هي مواد هاي دسمة وعلمية. نعم. وتحتاج طبعا إلى دراسة مستفيضة، لكن المشكلة الأكبر في الشكوى أنه تكدس الامتحان بما لا يكفي الوقت لحله، فهذه أيضا تعتبر مشكلة. حتى الأوائل اشتكوا بأنه الامتحان طويل جدا ولم يسعفنا الوقت للإجابة وإنهاء الامتحان حتى لو كنا على دراية بالإجابة من الأسئلة. هو دائما المواد العلمية مواد فيها دسمة طبعا. نعم. يعني دسمة وفيها معلومات كثيرة جدا، وعلشان الطالب يستطيع أنه يعني يحل. نعم. المسائل أو التمارين أو الأسئلة اللي موجودة فيها يجب يكون أيضا متمكن منها. صحيح. ويعرف الأساسيات. وهذا هنا أيضا نرد الموضوع إذا كانت شكوى عامة، أيضا نرد الموضوع أيضا حتى ممكن لأساليب التدريس. طبعا. يعني بعض الأساليب التدريس تكون أساليب يعني ما فيها شيء محسوس، أمور مجردة. نعم. أنا أعطيه معلومات، يجب أن أعطيه حاجات مجردة يربط فيها يعملها يتذكرها، لكن إذا أنا أعطيه معلومة معينة يمكن ينساها بسهولة. طب نحن يمكن نتوجه لمشكلة أكبر من هذا الأمر، وهي موضوع المنهج اللي يتغير وفي فترات زمنية محددة. خبرنا عن هذه الحالة، ألا تؤثر بشكل كبير على الطلاب تغربل المنهج كل 4 أو 5 سنوات أو 3 سنوات؟ هو المنهج طبعا إدارة المناهج لما تقوم بتغيير المنهج يمكن عندهم أساسيات معينة، لأن حتى وضع المنهج وتقييم المنهج وتعديل المنهج لها أمور طبعاً علمية في هذا الشيء. وإدارة المناهج طبعا في وزارة التربية هم يعني عارفين ماذا يقومون فيه، لكن تأثيرها على الطالب. اللي أنا أبغى أقوله الاستقرار مطلوب. صحيح. ومناهجنا في الإمارات على فكرة متميزة، يعني أنا أذكر أحد الأخوة يقول أخذ ابنه يدرس في أمريكا، كان هو يحضر دراسات عليا، أخذها طالبة في أول ثانوي، يقول لما درس مع المناهج الأمريكية حصل هاي اللي درسها دارسينها قبل. نعم. يعني هنا سابقين في المناهج اللي عندهم مناهج. فيقول هناك هو طبعا الطالب هذا يقول ابني كيف أن الآن هاي الحاجات ماخذينها قبلهم، يعني عارفينها. فالمناهج إلها طبعا خصوصية وإلها، لكن الأهم من هذا الشيء أني أنا لما أقيس مستوى الطالب يجب أيضا أني أنا أحدد أمور كثيرة جدا طبعاً. وأيضا حتى أراعي الوقت، أنا في النهاية ما أريد الطالب يكره طبعاً المادة هذه، لأنه ممكن السنة اللي عقبها بيستمر فيها. صحيح. لا مش آخر سنة هو يعني فيها مراحل، بدنا تكون هناك وسيله لابقاء على الطالب. اصبحنا الان بنخسرهم للابقاء على العلاقه بين الطالب وبين الماده. شو رايك عندنا طالب على الهواء ناخذ تليفون ونشوف رايه هو مباشره ان شاء الله؟ اذا معنا تليفون مع احد الطلاب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، ايش حالك؟ الحمد لله. خبرنا باسمك. احمد محمد حسين. احمد محمد اي صف؟ الثاني عشر. ثاني عشر، ثانوية ما شاء الله. ثانوية نعم. الله يوفقك إن شاء الله قبل كل شيء. خبرنا معك دكتور سالم الطنيجي، شو تحب تقول له أو شو رأيك على الموضوع اللي نحن جالسين نتكلم عنه الحين؟ هو بس أنا امتحان 3 امتحانات والحمد لله عبده، بس امتحان الفيزياء كان فيه أسئلة محتاجة تفكير والامتحان كله محتاج وقت. نعم. يعني هذا رأيك بروحك أحمد ولا رأي الطلاب وياك؟ أنا رأي الطلاب معايا كده. نعم. احمد بسالك سؤال يمكن شويه يكون صعب على الهو، لكن انت من اي فئه من الطلاب؟ كان نتكلم على عمليه المجموع الكلي، يعني فوق ما شاء الله المستوى التعليمي فوق ال 90 ما شاء الله، تحت 90 بين ال 80 معدلي 98 يعني يشتكي بعد دكتور، هاي مشكله. زين عندنا دكتور موجود، يعني يا ريت توجه له انت كلمه بما انك ما شاء الله من المتفوقين من خلال الطلاب، شو المشكله اللي تواجهونها بالضبط على اساس الدكتور يقدر يشوف لها ايضا حل مع الهواء؟ المشكله كل سنه اللي هو امتحان الفيزياء، يا اما بس يزودوا الوقت يا اما يجيبوا الاسئله تتحل في الوقت المعين اللي هم بيدوهم لنا. نعم. الاسئله لا تحل فقط في الوقت اللي هو مصرح بقى. ايوه يعني بالنسبه لك انت الوقت كان يتحل. بالنسبه لك انت يكفيك الوقت؟ الوقت يكفيك ولا ما يكفيك؟ لا ما يكفيني. ما يكفيك وهو من الطلبه المتفوقين، اذا ماذا عن الطلبه المتوسطين؟ شو تحب تقول يا دكتور؟ هو انا اللي اقوله هنا المفروض الوزاره لما تضع اسئله معينه تعرف هذا السؤال كم من الوقت يحتاج. نعم. على اساس انه ما احط كم كبير من الاسئله والوقت لا يكفي. نعم. لهذا الشيء. هذه جزئيه. فهنا المشكله طبعا هنا اداره الامتحانات اللي في الوزاره او في المناطق التعليميه المفروض الوقت يكون يغطي. نعم. الاسئله. الشيء الثاني هو ايضا ذكر بالنسبه لحاجات تحتاج الى تفكير. نحن في فعلا يعني الان عندنا في عمليات التعليم في مهارات التفكير العليا. طبعا لابد. هذه المهارات الطالب يجب انه يفكر. ما يكون الطالب معنا على الهواء يا ريت كلمه. نعم. كلمه هو. يعني انا اللي اقوله لابد يكون ايضا يكون هناك مهارات تفكير عليا، ان الطالب يفكر في شغلات كثيره جدا بالنسبه للاسئله اللي تيه، مش مجرد معلومه معينه انا احفظها صم واروح اكتبها، لان هنا رجعنا للنظام التقليدي. نعم. عمليه الحفظ والتلقين. لحظه مش فهي عمليه يعني بس اختبار اللي هو مهارات عليا ما اختلفناها، بس اللي هو يدونا وقت حتى عشان نلحق نفكر فيها. الوقت هو دكتور يعاني من مشكله الوقت، ان الوقت ما يسعفه لان تكون هناك اسئله تحتاج الى التفكير. زين انا على اساس اني انا اجاوب عن نقطتين، انا اقول تفضل انا اقول كمهارات يجب. نعم. ان الطالب لان بعض الطلاب مش متمكنين من هالعمليه. صحيح. وهذه العمليه تحتاج الى تدريس بالنسبه للمواقف التعليميه في المدارس يوميا، يكون المعلم ينوع في اساليب. نعم. تدريسه، ما يعطي معلومه بس. نسأله هل هناك تنويع ولا لا دكتور؟ انت تخاطب وياه، انا طلعت. طيب بقى. انا سؤالي هل هناك تنويع في الحصه الدرسيه؟ المعلم ينوع لكم ولا مجرد يعطيك الدرس فقط؟ لا 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 المدرس بينوع لنا، بس برضه في افكار بتيجي يعني اللي هو لم تذكر يعني. لكن يمكن حلها احمد، انا ابغي يمكن حلها لكن تحتاج فقط للوقت. بس ايوه. الوقت طبعا هنا المساله ترجع لوزاره التربيه، يعني وزاره التربيه المفروض هنا تراعي الوقت او تزيد الوقت. طبعا احمد شو طالب الوزاره؟ شو طالب الوزاره باسمك وباسم الشباب وياك؟ مستمع حضرتك. مطلبك انت من الوزاره بالنسبه للامتحانات؟ اللي هو يزيدوا الوقت ويراعوا الفروقات بس. نعم. يراعوا الطلاب؟ يزيد. أيوة. لا يزيدون الوقت ويراعون الفروقات. أيوة. يعني ما يكون انه مثلا امتحان في نسبه كبيره بالنسبه للطلاب متميزين. هو شوف عمليه المراعاه، انا اذكر حتى على ايامنا. نعم. في مراعاه لكل الطلاب. نعم. يعني ما في العمليه مش محسوبه بالملي. طبعا. يعني في مراعاه دائما المعلم والوزاره في صف الطالب. نعم. يعني الهدف اني انا اساعد الطالب، ان الطالب ينجح معي، ان الطالب يتميز. عمليه الوقت دلوقتي كان معايا طلاب في لجنه امتحان طالعين سابقين بالثلاث ورقات بالاربعه. ثلاث اوراق الى اربع اوراق مو مجاوبين عليها، ليش الامتحان ما شاء الله كم ورقه؟ كان ست اوراق. يعني ما مداهم الوقت الا بس ورقتين دكتور، والله صعبه. معناته فعلا ان الوقت وهذا طالب متميز، يعني ان يرى هذا الامر هو حزين على الطلاب ايضا مسكين. نعم. هو هنا طبعا اذا كانت مشكله عامه على مستوى الدوله، ربما تكون مشكله على مستوى المدرسه. نعم. لكن اذا كانت مشكله عامه على مستوى الدوله. الثاني عشر يعني امتحانات موحده على مستوى الدوله. نعم. نعم. بس هنا اذا الكل اشتكى منها، انا اعتقد وزاره التربيه في صف الطالب، واعتقد انهم راح يقومون باجراء في صالح الطلاب. اكيد طبعا دكتور مشكور. احمد حسين مشكور على مداخلتك الهاتفيه، وان شاء الله نتمنى لك توفيق في باقي الامتحانات، وان شاء الله اكيد صوتك وصل، وان شاء الله الدكتور ايضا ما يتابع الامر بنفسه باذن الله. شكرا. شكرا يا احمد. دكتور هو مثل يعني انت ذكرت يعني طلاب طلعوا ثلاث واربع ورقات خاليه من الاجابات، هذه تعتبر كارثه بالنسبه للطلاب. يعني الطالب يعلم انه لم يؤدي في الامتحان وخسر هذه الماده. فنحن نواجه مشكله حقيقيه، اذا كان طالب اللي طلع معنا هل هو طالب من المتميزين 98%، اذا بالنسبه له الامتحانات سهله جدا. نحن كنا في بعض الأحيان في الجامعات طبعا يأتينا الامتحان لا يكفيه الوقت، وهناك نترك ورقة ورقتين، لكن الامتحان هو في الأصل 5 ورقات، إذا جاوبت على 5 أوراق الورقتين الزيادة هذه أو 3 أوراق الزيادة هذه الأوراق لعملية متميزة. في بعض اللحظات نحن كنا نكتب خلاصة هذا السؤال يجاوب بهذه الطريقة اللي هي عملية احنا نقولها ان هي خدعة من المدرس، عشان يميز هنا بين الطالب، فنحن نكتب له خدعتك يا استاذ في هذا المكان لكن ما شيء وقت، وكان يحاسب الامتحان ناخذ علامة كاملة لان احنا خلصنا الامتحان الرئيسي. فهل هناك مراعاة من قبل المدرسين او من الوزارة انها تعطي إمكانية للطالب أنه يجاوب على عدد أسئلة أكبر أو إمكانيات أكبر على أساس أنه يحصل أكبر عدد من العلامات، وتلغى مثلا بعض الأسئلة اللي هي عملية احترافية للطالب؟ هو شوف، إذا مثل ما أنا أعيد نفس كلامي، أنا أقول إذا كان الشكوى عامة جميع طلاب الدولة كلهم يشتكون من هذا الأمر، وزارة التربية هنا راح تتخذ إجراء. نعم. ويكون أيضا في صف الطالب، لأن في النهاية وزارة تخدم الطالب طبعا، هو هذا الهدف الرئيسي طبعا، الهدف الرئيسي نعم. لها أن كل عمليات ومحور الارتكاز هو الطالب نعم. فأكيد راح يكون في يعني إجراء معين لصالح الطلاب، لكن نحن نبغى نقول الآن المفروض أنا أقيس الامتحان هذا، مثلا إذا كان الأستاذ أو الموجه يقدر يحله في 3 ساعات ممكن الطالب ما يقدر يحله في 3 ساعات طبعا، فهنا مراعاة الوقت وضبط الوقت. المفروض أنا في ضوء القدرات العامة للطلاب صحيح. أحط الامتحان لهذا بهذا الوقت يعني. طب هذه العملية ما قام دراستها، يعني ما يكون هناك في عمليات أن يقومون بتوفير امتحانات للطلاب لقياسة إمكانيات الطالب المتميز والمتوسط واللي هو أقل مستوى؟ هي الأسئلة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب. لا، ليس في الامتحان خلال السنة دكتور، يعني لا. هل ما في عمليات بحوث أو دراسات لأنه فعلا يختبرون الأمر على الطلاب؟ أنا ما أعتقد فيه، ما في يعني حسب علمي لا توجد دراسات في هذا الشيء أن تقيس مثل الأمور إمكانيات الطلاب وقدراتهم، ولأنك أنت في النهاية علشان أيضا حتى تميز بين طالب وطالب الوقت، عنصر الوقت مهم جدا طبعا. لما تعطي مثلا مسألة معينة تقول لهم يا جماعة عندكم 3 دقائق، من اللي يحلها الأول هنا تعرف هذا الطالب فعلا متميز، ممكن طالب ثاني ما يقدر يحل، فهذه أيضا تعمل منافسة بينهم. لكن نحن نقول الآن على مستوى دولة، على مستوى امتحانات يعني عامة كثانوية عامة، يفترض أن الوقت يكون متاح والأسئلة هذه يغطيها الوقت. في على فكرة دكتور الشباب شكلهم يطالعون الحلقة اليوم، فعندنا أيضا مداخلة من أحد الطلاب. ألو السلام عليكم، من ويانا؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، عرفنا باسمك؟ رافد صلاح جاسم. رافد صلاح جاسم. ونعم فيك يا رافد. رافد أي صف؟ صف 11 علمي. 11 أيضا في العلمي. رافد معنا دكتور سالم الطنيجي ضيفنا اليوم في هاي الحلقة، وأحد الإخوان اللي دائما معنا في الاستوديو ويوقفونا بكل ما هو جديد عن التعليم ويساعدونكم في هذا الأمر. شو تخبرنا يا رافد؟ نعم، خبرنا شو الشكوى اللي عندك؟ تقدر توجهها مباشرة للدكتور سالم. والله الامتحانات يعني بصفة عامة يعني امتحانات موحدة على كل الدولة. نعم. بس يعني أنا مستغرب إنه امتحانات موحدة وتيجي فيها أخطاء. كيف يعني اخطاء؟ يعني مثلا عندنا الامتحان الاول كان رياضيات، امتحان رياضيات اجانا فيه خطا، يعني حتى يعني احنا كلنا وقفنا الحل وما قدرنا نحل الا الاستاذ اتصل في على ما اعتقد المنطقه وقالوا له كيف التعديلات. وايضا مثلا عندنا اليوم كان عندنا امتحان الانجليزي ايضا في شغلات مش واضحه، يعني احنا حلينا بس يعني مش متاكدين انه هذا هو الحل الصحيح لانه مش واضح، مش واضحه المساله كيف نحل. زين، هذا رايك انت ولا راي الشباب معك؟ والله رايهم كلهم الشباب اللي عندنا مثلا في العلمي. زين، كم خسرتوا من الوقت بالنسبه للامتحان في حاله الخطا يا رافد؟ والله كملنا الحصه كلها، يعني خاصه الامتحان يعني الساعه ونص قاعدين كلها يعني مو بعرفين شو نسوي، يعني هل نحل على يعني مثل ما احنا شايفين ولا يوجد حل ثاني، يعني ظلينا قاعدين لاخر الشيء بعدين سلمنا شو نسوي يعني. زين، تحليلك للمشكله دكتور شو تخبرنا؟ تحليل المشكله الاخطاء وارده، يعني الانسان يخطئ طبعا، ما في انسان معصوم في الدنيا من الخطا، ولكن يفترض ان الاسئله اللي تعدها اللجنه تقرا هذه الاسئله وبعدين قبل الطباعه وبعد الطباعه، وايضا يكون في تدقيق عليها نهائي من ناس يكون عندهم خبرة طويلة في الميدان بحيث أنها ما يكون فيها خطأ. يعني هناك خلل. هو نعم الإنسان لا يخطئ، لكن هذا امتحان، يعني مش أمر. هو طبعا خلل، طبعاً هو خلل، لكن نعم. يفترض أنه ما يكون هذا الشيء طبعا، لكن بعض الأحيان يحدث. نعم. لأن مثل ما قلت بس رافد ما عليك أمر، بسألك مرة ثانية السؤال، الوقت اللي خسرتوه في هذا الامتحان، هل أعطوكم وقت زيادة بعد أن مثلا نقول إحنا من امتحانكم من 10 إلى 12، هل أعطوكم وقت زيادة عن الساعة 12 ولا أيضا الانتهاء في الساعة 12؟ لا هو يعني عندنا مثلا محددين انه اول ما جرس المدرسه يرن انه خلاص تسلم الورقه حتى لو كنت مش مخلص او لا. قصدي بالنسبه انتم خسرتوا وقت بالنسبه لعمليه خطا في سؤال وتم تصحيحه خلال الامتحان، لذلك انتم وضيعتوا وقت ايضا في محاوله حل هذا السؤال. هذا الوقت اللي ضاع كله هل انضاف عقب ولا خلاص راح عليكم؟ لا احنا اصلا يعني مثلا في الامتحان الاول احنا خلصنا الامتحان خلصين، بس ننتظر انه هل هذا الخطأ يتصحح عشان نكمل. يعني هو كان موجود يعني وقت في الحصة، يعني وقت في الامتحان نكمل عادي. نعم. يعني هو مرات تكون الاخطاء يعني الموجودة ما تستوجب لها وقت عشان تحل بعدين. نعم. بس في يعني اشياء يعني مش بس اخطاء، باشياء مش واضحة. نعم. واشياء ايضا ممكن يعني الطالب، بس الطالب الشاطر يحلها، مو اي طالب يحلها. نعم. طيب شكرا يا رافد. الله يوفقك ان شاء الله. هو ايضا لمس ايضا نقطه انت هي طبعا اسعدتك، لان اسئله مثلا الطالب الذكي او المتميز هو اللي يستطيع يحلها، وهي طبعا منظومه لابد انها تكون موجوده للتفريق بين مستويات الطلاب طبعا. صح. لكن ايضا ما زال في مشكله اللي هو أن يعانون الطلاب من الامتحان. عنصر الوقت. لماذا هذه المعاناة يا دكتور؟ يعني فعليا هناك لابد أن يكون في حل متكررة وكل سنة نفس الموضوع. شوف أنا بقول لك، الطلاب أبنائنا ويهمنا طبعا نجاحهم كلهم، ويهمنا مصلحتهم، ويهمنا تميزهم، والوزارة معهم، يعني الوزارة مشند للند الآن معهم. الوزارة بالعكس يعني هذا العملية تقيس قدرات تحصيلية، وأيضا تستفيد من العملية الراجعة، أن المعلم هذا كيف أداءه، المدرسة هذه كيف أداءها، المنطقة هذه على مستوى الدولة كيف مستويات التحصيل فيها، تعطيني مؤشرات معينة طبعا. فأنا أعتقد يعني أن الوزارة أبناء، يعني هذا يعتبر كلهم أبناء الوزارة وأبناء الجميع، أنها بتراعيهم. يعني نحن متأكدين طبعا الوزارة ما تقصر. نعم. ودكتور حسين يعني من الناس اللي نعم. نحن تقابلنا معاه على الهواء، للحين ما زارنا هني، لكن إن شاء الله قريب يزورنا. نعم. أيضا ما يقصر، وفي أشياء أمور كثيرة يأخذها هو بمحمل الجد وبيده هو. صح. ويضرب بيده من حديد ما شاء الله عليه، ربي يحفظه. ومثل ما قلت طبعا الوزارة هي يعني مع الطالب وليست ضد الطالب، وتحاول تريحه. أنت إذا وجهت رسالة الآن هل توجهها للوزارة أم للطالب؟ شوف أنا أوجه للاثنين. أنا أقول رسالتي لأبنائنا الطلاب أن نحن الآن في زمن نحتاج إلى تنافس. نعم. ونحتاج إلى تحصيل علمي مرتفع، ونحتاج أيضا أن نتمكن من المعرفة، علشان التعليم هو بوابة المستقبل. صحيح. وهو نعم. بوابة التفوق. نعم. وهو بوابة يعني التقدم والحضارة وفي كل المجالات، فنحتاج أن نتمسك، ونحتاج أن أيضا نكون ملمين. نعم. بالأساسيات في العلوم. نحن الآن على مستوى ثانوية عامة طبعا، هم الآن بعدهم ما رحوا. صحيح. لمستويات الأعلى. نعم. ممكن لما يروحون الجامعة يتفاجئون طبعا. لا إن شاء الله، الله بالتوفيق إن شاء الله، العملية فيها مرونة هنا داخليا، يبيضون الوجه إن شاء الله. نعم، وإن شاء الله يعني البركة فيهم. الشيء الثاني بالنسبة لوزارة التربية، طبعا أنا أتمنى أن عملية الوقت هذه تراعى بالنسبة للطلاب في الفترات القادمة أو في الامتحانات القادمة، وأيضا بالنسبة للأسئلة أيضا يكون هناك تدقيق عليها أكثر، بحيث أننا نحن الآن في زمن جودة، نريد نجود أعمالنا. صحيح. والجودة أن ما يكون فيها أخطاء، فيعني كل الطرفين يتشاركون طبعا. نعم. الطالب نحن يهمنا نجاحه، ويهمنا أيضا تفوقه، يهمنا تميزه. الوزارة كمؤسسة تعليمية أيضا يهمها نجاح. صحيح. العملية التعليمية فيها، وبالتالي أعتقد أنها راح تؤخذ الملاحظات هذه بصدر رحب، والأخوة طبعا صدورهم مفتوحة وما يقصرون. الله يحفظك دكتور، مشكور ما قصر. الله يبارك فيك. الله يسلمك. نحن بدورنا طبعا نشكر الدكتور سالم الطنيجي عضو مجلس الشارقة للتعليم ومستشار أيضا تعليمي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرات مساء الإمارات، خلكم ويانا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، واستكمالا لبرنامج طبعا وفقراتنا في مساء الامارات. نروح للسوشيال ميديا، بس قبلها اذكركم بمواقع التواصل الاجتماعي. هاشتاج مساء _ الامارات هو عنواننا عبر التويتر، و0561538644 هو رقمنا عبر الواتساب، وطبعا عبر الفيسبوك والانستغرام بعد تقدرون توافونا بتعليقاتكم وصوركم وفيديوهاتكم، نحن بدورنا نعرضها. نحن للصراحه اليوم كنا محضرين شيء للسوشيال ميديا، ولكن الحين من شوي صديق البرنامج طرش لنا فيديو نعرضه في السوشيال ميديا، خلينا نشوفه سوا ونرجع نعلق عليه. شالوا قلبك رجاه وما قبل عذري، لو أدري لو أدري لو أدري لو أدري أروح أنا وياه، لو أدري لو أدري لو أدري لو أدري لو أدري. والله أنا لو أدري لو أدري كان ما طلعت هالفيديو. ايش رايك عبد الله؟ طبعا مواكبه الاخراج زمان كيف كان والحين كيف كان، هذا لازم يوسف المعمري يشوفه، لان احنا دوم نطلع مع ازمان، يطلع بازمان ماضي وحاضر. فشي كان يا يوسف الاخراج طبعا قديما، ستينات يمكن، لا قديم جدا هو. انا بصراحه بس انا عجبتني الطلعات يمين يسار، لا هي عن نغمه ان تن تن. طب شو عندنا بعد؟ نحن الحين عندنا بتكلم ايضا عن عصر المواهب بلا منازع. كل يوم طالعنا مواقع التواصل بمواهب فريده احترافيه عاليه. هو ما أقول عن الفنان في الفيديو، خلينا نشوفه. جميله الصوره، حسيت انها يعني فيها ابداع، ابعاد ثلاثيه، صحيح رائعه الصوره فيها الرسم ما شاء الله عليه. اذا مشاهدينا ومن السوشيال ميديا ننتقل الى اخبار الصحف وجولتنا الى اهم العناوين الصادره لليوم 11 من ديسمبر 2014، ونقرا ابرزها ونبدا من صحيفه البيان ونقول: الانترنت اللاسلكي مجانا على طائرات الامارات A380. ومن الخليج نقرأ: منصور بن زايد يصدر نظاما بشأن الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. بينما من الاتحاد تناولت في أبرز عناوينها 60 عائلة في أبوظبي من دون ماء وكهرباء منذ 4 أيام نتيجة خلاف المالك والمستثمر. طبعا هذا اخر خبر عندنا في العناوين. طبعا انت شو اخترتينا اليوم؟ اخترت للمشاهدين عبد الله خبر من صحيفه الاتحاد، وبفصله اكثر وبخبركم عن كشف مفتشون في البلديات النقاب عن تصنيع التبغ اللي هو نقول له المعسل، معروف الشيشه، في غرف مغلقه واماكن بعيده واحيانا مهجوره، هروبا من رقابه الجهات المختصه، حيث يقوم اشخاص من جنسيات مختلفه في العديد من امارات الدوله باستيراد التبغ كماده خام ثم يصنعونه ويضيفون إليه نكهات وألوان اصطناعية بعضها غير مسموح باستخدامها، ويؤدي إلى الإصابة للأسف بالسرطان. هذا وأشاروا إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بتعبئة التبغ اللي هو المعسل وبيعه لبعض البقالات أو حتى الأشخاص الذين يعرفونهم شخصيا، مشددين على خطورة مثل هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على صحة أفراد المجتمع، حيث يؤدي استخدام مثل هذه الأنواع طبعا المعسل من التدخين إلى أضرار أكثر بكثير من منتجات التدخين التي تخضع لمواصفات محددة تلتزم بها المصانع المشهورة. ربنا يعافينا إن شاء الله ويبعد عنا التبغ وهذه الأمور هاي كلها دخان. ماذا ليش يدخنون الناس؟ تبغ عاد هم يسوون لهم يعني يجذبونهم بالنكهات مثل ما قرينا في الخبر، هي تفاح وعنب وما ادري شو هاي سوالف، الله يسترنا والله. من صحافه الامارات ايضا اليوم نتوقف عند هذا الخبر المثير، حيث انقذ مستثمر هندي الجنسيه يدعى شانواس خان زين العابدين عميل بنكي من سرقه مبلغ 320,000 درهم كانت بحوزته بواسطه لص، غافله وفرب النقود، وذلك وفق مدير مركز شرطه القصيس العقيد عادل السويدي، اللي اشار الى ان زين العابدين أبدى بطولة فريدة ولاحق اللص بسيارته وأوقعها أرضا وشل حركته حتى أتى دوريات الشرطة، فيما ذكر شانواس أنه كان يمر بالصدفة في الموقع وشاهد عملية السرقة وفرار اللص الذي كان يتمتع ببنية رياضية، فلاحقه بالسيارة وتجاوزه ثم انتظره لحين مر وشل حركته، مشير إلى أنه لم يتردد في فعل ذلك لأن من الوارد أن يكون هو مكان الضحية. ما شاء الله عليه شانواس، عاش الافلام مالته ما شاء الله ونفذها ما شاء الله عليه. طبعا يعني فيلم فعلا فيلم هندي سوا. يعني شانواس شاروخان صح؟ نفس الاسم صح؟ لا ربي يحفظه طبعا. اعتقد المشكله في اسم شان، في اي حد اسمه شان شي يسوي بطولات. إذا مشاهدينا من أخبار الصحف إلى فعالياتنا وأهم الفعاليات التي عقدت بين اليوم وأمس، نبدأها من جامعة الجزيرة في دبي، والتي نظمت احتفالا بمناسبة اليوم الوطني 43 لدولتنا الحبيبة دولة الإمارات. كاميرات الظفرة كالعادة حضرت هاي الفعالية وعادت لنا بالتقرير اللي بنشوفه سوا. جامعة الجزيرة اعتادت سنويا أن تحتفل بعيد الاتحاد. طبعا هذا العيد اللي هو عيد جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، اللي نعتبرها ملحمة تاريخية لأنها قامت على الحب وعلى التضحية بذرها سيدي سمو الشيخ زايد بن نهيان الله يرحمه، وأخي سمو الشيخ راشد بن مكتوم، وعلى نهجه قاموا حكام الإمارات. فدولة الإمارات تعيش الآن مرحلة ازدهار، مرحلة تاريخية بسبب تلاحم الشعب والمقيمين مع قادتهم. قدمت مجموعة من الأعمال، قدمت بريتات في العيد الوطني، قدمت أغاني، وقدمت حتى حملة العلم. لكن قبل ما أقول لك بيتين، أنا أحب أهني طبعا إماراتنا الحبيبة حكومة وشعبا بهذا اليوم، وأقول إن شاء الله الله يعود علينا ويعود المناسبة هذه علينا وعلى دولتنا الحبيبة وعلى شعبنا كل سنة وكل حول، وإن شاء الله نحن يعني نزخر بالأمن والسلام والسعادة في وطن السعادة. ومن الفعاليات أيضا انطلقت في أبو ظبي فعاليات مهرجان الصداقة الدولي الثالث للبيزرة، والذي عرض فيه معدات وأدوات الصيد. المزيد عن هذا المعرض في التقرير التالي. احتفى نادي أبو ظبي للسقارين في مقره بالفلاح بتواجد نخبة سقاري العالم في أبو ظبي ضيوف مهرجان الصداقة الدولي للبيزرة، والبالغ عددهم 620 سقارا يمثلون 80 دولة عالمية، وذلك بتنظيمه لاحتفالية تراثية مميزة حافلة بالفقرات المنوعة. وشهدت الاحتفالية زيارة السقارين العالميين للقرية التراثية التي قدمت المنتجات والأدوات والحرفة اليدوية والأكلات الشعبية، إلى جانب ما قدمته شركة هوني بروك شريك نادي أبو ظبي للسقارين، والتي طرحت غذاء الصقور والمأكولات الخاصة بهم، بالإضافة لأجهزة تعقب الصقور التي قدمتها شركة مارشال روديو أحد رعاة النادي الرئيسيين. واستمتع المشاركين في الاحتفالية بعروض الصيد بالصقور، والتي كانت بالطيران اللاسلكي والهليكوبتر والتلواح، كما زار الضيوف مجلس السقارين وتبادلوا الأحاديث والخبرات مع سقاري الإمارات الذين يعدون من خيرة السقارين على مستوى العالم. وفي ختام الحفل توجه السقارين العالميين بالشكر والتقدير لنادي أبو ظبي للسقارين على دعوتهم والاحتفالية الكبيرة التي أقامها النادي والفقرات المنوعة التي جعلت الجميع يستمتع بالمتابعة والتعرف على تراث الإمارات ومدى الاهتمام الكبير لإبراز الرياضات التراثية. إذا مشاهدينا من الفعاليات بعدنا أكيد مستكملين فقراتنا لهذه الليلة من مساء الإمارات، بس فاصل قصير يفصلنا ولا نعود. مشاهدينا عدنا إليكم بمزيد من الأخبار، والزميلة شيماء الشامري خبرتنا اليوم عن أخبار جديدة من قسم الأخبار. أول خبر، أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس نادي سقاري الإمارات عن إطلاق مدرسة محمد بن زايد للسقارة وفراسة الصحراء، والتي سوف تساهم في زيادة الوعي بقيمة السقارة كتراث وفن إنساني مشترك. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم مهرجان الصداقة الدولي الثالث للبيزرة، والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبو ظبي. وقال سموه إن المدرسة تهدف إلى غرس المبادئ والممارسات الصحيحة للسقارة العربية في النشأ والترويج للتقاليد المستدامة للسقارة العربية ونشر مبادئ وأخلاقيات السقارة العربية على المستوى العالمي، وتعزيز الطابع التراثي للسقارة وتقديمها كواجهة تراثية وثقافية مهمة في إمارة أبو ظبي. ورحب سموه بالمشاركين في مدينة أبو ظبي في مناسبة مميزة لم تشهد السقارة في تاريخها تظاهرة عالمية كبرى مثلها. برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، تكفلت الهيئة بنفقات عرس جماعي أقيم أول أمس الثلاثاء بالعاصمة البحرينية المنامة، ضم 200 شاب وفتاة من مملكة البحرين. حضر الحفل الذي أقيم بقاعة شيخان بن أحمد الفارسي للمناسبات بالرفاع معالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني، وسعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين. وعبر الظهراني عن بالغ تقديره وامتنانه لمبادرات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وما تمثله هذه المبادرة من عمق للعلاقات والروابط البحرينية الإماراتية الراسخة. قال إن حسن الطالع أن يتزامن العرس الجماعي مع احتفال مملكة البحرين باليوم الوطني وعيد جلوس جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا مشاهدينا كانت هذه اخبار المستجده من الزميله طبعا شيماء الشامري، مشكوره. ما زال في جعبتنا الكثير من الفقرات من المنوعات والسياحيه والسهر الفنيه، ولكن قبل هذا وذاك الى العين الساهره. في أول أخبار، وزارة الداخلية احتفلت وزارة الداخلية أمس باليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار 365 يوما من حقوق الإنسان في العام، والذي يصادف يوم 10 ديسمبر من كل عام، حيث نظمت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ندوة علمية حول حقوق الإنسان في قاعة المحاضرات بمقر وزارة الداخلية بمشاركة جميع القيادات العامة للشرطة بالدولة. حضر الاحتفال الفريق السيف عبد الله الشحفار وكيل وزارة الداخلية والمديرون العاملون ومديرو الإدارات وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية. هذا وشهد الفريق الشعفار والحضور فيلما تسجيليا عن مسيرة الأمن والأمان في الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وحماية حقوق الإنسان في الدولة. وألقى العقيد محمد علي الشحي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية كلمة بهذه المناسبة أشار من خلالها إلى أن الاحتفال يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية الحثيثة التي تبذلها لدعم وصون حقوق الإنسان ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبي الوزارة. وفي الخبر الثاني، سجلت القيادة العامة للدفاع المدني رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد قيامها بتشكيل أكبر علم للدولة بأقلام الرصاص، وذلك في ساحة قصر الإمارات بأبو ظبي، وضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 43. شهد الحفل اللواء خبير راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي، حيث استخدمت القيادة العامة للدفاع المدني 1,000,000 قلم بواقع 250,000 قلم لكل لون على مساحة بلغت 1000 متر مربع، وبذلك حطمت الرقم القياسي السابق لتحصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر علم في العالم تم تشكيله من أقلام الرصاص. بحضور اللواء خميس مطر المزين القائد العام لشرطة دبي، ومبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، والدكتور سعيد بن عمير الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وعدد من المسؤولين والمختصين المشاركين محليا وإقليميا ودوليا. اختتم مؤتمر جريمة الإتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة، والذي عقد يومي 19 و10 ديسمبر 2014 بفندق جي دبليو ماركيز بدبي. وطلب مؤتمر جريمة الإتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة بإعداد نظام تدريبي توعوي إلزامي يخضع له العاملون والعمال في مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة لتوعيتهم بحقوق العمال وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة. ومشاركة مع خبرنا الأول ولكن هذه المرة من عجمان، شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تنطلق فعالياته العام الجاري تحت شعار حقوق الإنسان 365 يوما في العام. وقال العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: يأتي الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان في إطار الجهود الحثيثة التي يتم بذلها لدعم وصون حقوق الإنسان ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبي وزارة الداخلية، بما يعزز المكانة المتميزة للوزارة ودورها الريادي في هذا المجال. وشاركت شرطة عجمان العالم احتفاله لهذا العام بعدد من الأنشطة ذات العلاقة، ومنها توزيع بروشورات على طلبة جامعة عجمان وأفراد المجتمع توضح حقوقهم التي يجب أن يتمتعوا بها، والمتمثلة بمنع التمييز العنصري وحق العيش بدون تمييز بسبب العرق والجنس واللون، والواجبات الملقاة على عاتقهم. شهدت فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت الشعار خذ بيدي نحو غد أفضل للعام الثالث على التوالي أنشطة وبرامج متنوعة لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة. هذا وأكد العقيد أحمد السلومي مدير المؤسسة على أهمية هذه الفعالية لما تعكسه من أنشطة وبرامج النزلاء والخدمات التي يحظون بها في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وتبين أهمية احتواء النزيل وأسرهم والتخفيف عنهم لغياب عائلتهم. وهذا أشار إلى أن المؤسسة قد نظمت دورتين بعنوان الإسعافات الأولية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، ودورة اجتماعية بعنوان كيف تحقق هدفك، وحملة أخرى صحية حول فحص سرطان الثدي لنزيلات المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، بالإضافة إلى تنظيم برنامج أولمبيات ثقافية للنزلاء. كانت هذه أخبار وزارة الداخلية. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى المنوعات والسينما، و8 أيام رائعة في حضرة روائع السينما العالمية والفن السابع مع مهرجان دبي السينمائي الدولي الذي انطلقت دورته 11 يوم أمس تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. المزيد من التفاصيل عن مهرجان دبي السينمائي في التقرير التالي. باقة من أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية يفتتح بها مهرجان دبي السينمائي الدولي دورته 11 والتي انطلقت فعالياته يوم أمس الأربعاء تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ويستمر حتى 17 من هذا الشهر. أكثر من 118 فيلم من 45 دولة، 55 منها تشارك في مهرجان دبي السينمائي الدولي لأول مرة، من شأنها تلبية انتظار عشاق السينما لمشاهدة هذه الأفلام التي ينتظرون عرضها بشغف كبير. نجح دبي السينمائي خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأنشطة السينمائية والثقافية على المستويين العربي والعالمي، مستقطباً في كل عام كبار النجوم وصانعي السينما من ممثلين ومخرجين ونقاد وكتاب سيناريو ومنتجين وخبراء من شتى أرجاء العالم، والذين سيحتفون هذا العام بالسينما على مدار 8 أيام تشهد حراكاً سينمائياً نشطاً على مدار اليوم، من عروض للأفلام بمقر انعقاد المهرجان بمدينة جميرة ودور عرض سينما فوكس بمول الإمارات، بالإضافة إلى جلسات حوارية ومؤتمرات صحفية مع النجوم ومناسبات للتعارف ولبناء علاقات عمل ضمن سوق دبي السينمائي. إذا مشاهدينا، من مهرجان دبي السينمائي لهذه الدورة وإلى طبعا السياحة الداخلية لدولتنا الحبيبة، والجزء الرابع مثل ما وعدناكم ولكنه الأخير من مركز البستان لتكاثر الحيوانات عزكم الله طبعا النادرة في التقرير التالي نتابع. تعتبر الحفريات من أهم الأنواع التي يوليه مركز البستان لتكاثر الحيوانات البرية اهتماما كبيرا وخاص، ويبلغ عددهم 652 حيوان ينقسمون إلى 31 نوع، ومن أهمهم العلن الكبير القادم من أفريقيا. من أهم الحيوانات اللي صار عندنا تكاثر نحن صار نحن نسميه حيوان العلن الكبير، انزين، أو هو يشبه من يعني تقريبا الحيوان الوضيح لكن كبير جدا، حيوان أفريقي، وأعداده قليلا يعني تقريبا يمكن ما يوصل إلى 45 حيوان مثل ما سمعت أنا من زين برا. We are at our giant island, Naitrim area. It's the Nodabi giant island, which is a very rare species that we have here, and we look after it. We've got great success in breeding with the giant eland. So we have this night room area that we have for them. We've got this one, and this one, and we have Lehas that's been cleaning here every day, making sure that they have fresh food and water every day to clean and to give them food. So every morning we will give them food. They're getting pellets once a day, and then the grass, the alfalfa that we give is how much they want to eat. That is no limit on the alfalfa that we give. So we'll give the pellets that we gave for them. This is a special gazelle pellet that we gave for them to eat, and then he will put down lehats. You can continue with the alfalfa. That is a dry alfalfa that they get. Okay. They are a browser, so they like to chew on trees and leaves and things, so the alfalfa is very good for them. The alfalfa is as much as they want. We don't have a limit on them, so it's ad lib. The pellets we have a group weight of the giant eland, and we calculate it on their body weight. So and that we will give them per day, and then they only get them once because giving them too much pellets will make them fat, which is not very healthy for them. من أكثر الحيوانات التي جلبت اهتمامنا داخل المركز لغرابة شكلها هو حيوان الأكابي، وهو حيوان ثديي من شفعيات الأصابع، موطنه الأصلي منطقة أفريقيا الوسطى. ينتمي الأكابي إلى عائلة الزرافة، ويتواجد في الغابات الماطرة في أفريقيا الوسطى، وبالأخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الجسم الأكابي ذو لون بني محمر ووجهه رمادي، وأهم ما يميزه أن قائمتيه الخلفيتين تشبهان قائمتي الحمار الوحشي مخططة باللونين الأبيض والأسود، أما شكل الجسم مشابه لشكل الزرافة، مما أحدث خللا في اعتقاد العلماء من نوعه أو أن له سلالة مستقلة. ويواجه هذا الحيوان تهديدا في موطنه، وذلك للهجرة البشرية ونشاطات التعدين والبحث عن المصادر الطبيعية في منطقة تواجده. المفاجأة الموجودة طبعا أظن معظم الحدائق يعني ما يملكون الحيوان هذا، أننا نحن حيوان الأكاب أو حيوان الأكابي، هذا اعتبر حيوان من أندر الحيوانات تقريبا، وأسعارها غالية جدا. بعض الحدائق تحسدنا نحن في الشرق كله إن مركز البستان يملكون 4 من هذه الحيوانات. إنزين حيوانات الأكابي أظن يعني أنثى واحدة طبعا أظن هي حامل بالمولود حاليا، وهذا تباشير خير. تنقلنا داخل المركز بين العديد من الحيوانات التي كان يصعب تجاهل وجودها، ومنها وحيد القرن الهندي الذي تم جلبه من الهند، وهو مدرج على لائحة الأنواع المعرضة للخطر، ويتواجد أساساً في ولاية آسام الهندية وفي محميات تيراي في النيبال. ويعتاش وحيد القرن الهندي على الأراضي العشبية النهرية على سفوح جبال الهيمالايا. حالياً يوجد في البرية 3000 حيوان فقط، منها 2000 في ولاية آسام، أما في مركز البستان فنجد اليوم زوج ومعهم مولود جديد. وعندنا الحيوانات الكبيرة الأخرى مثل عندنا نحن وحيد القرن الهندي اللي فعلاً هو مهدد بالقراط، نحن نجحنا في استيلاد يعني مولود جديد السنة لله الحمد. طبعاً أي مولود يصير عندنا نحن لازم نبلغ المنظمات، نحن أن نطرش التقرير منا أنه والله فعلاً صار هذا، يكون هذا تسجيل دولي طبعاً من ناحية نحن كاسم للبستان. We're working with the government, environmental affairs government of nature conservation that we work with, that help with the different projects and things to help with the animals, especially on the ungulates and things that we work together with them in the Arabian oryx, which is a flagship species also here for the UAE. نحن هدفنا أن نحن كيف نحافظ على المخزون العالمي من الحيوانات اللي صار فيها نقص. يعني صار فيها تهديد، التهديد جاء من كثير اشياء، يعني جاء من الصيد الجائر، جاء من الرعي الجائر، جاء من تدخل الانسان، زحف المستوطنات البشريه الى مناطق وموائل الحيوانات اللي موجوده، صارت المصانع والضوضاء والتلوث، هاي كلها اثرت على الحيوانات من ناحيه التهديد طبعا. Our son would like or strive to educate the people, not just us, but also our keepers that's here, and also the general public that we have that can bring, that's going through our gates. We want to educate them in the different species that we have, and also the work that we do here, how we participate in breeding the endangered species. نحن جاهدين إن شاء الله وبكل ثقلنا نحن إنزين. ونحن نتمنى ان بعد كمان جهات اخرى تشاركنا في نفس المجال، يعني انزين الدعم دائما نحن نطلب دعم معنوي ودعم مالي انزين يعني تكون المنطقه هاي او البستان لها بصمه سواء كانت على مستوى الدوله او على مستوى الخارج. The carefree animals, they are a living animal. It's not a human being, but it's also a living thing that's breathing and feeling, and respect them and they respect you. بعد جولتنا داخل المركز وما اكتشفناه وما عرفناه من معلومات، غادرنا المكان وكان يتخللنا شعور لا يمكن وصفه بين الانبهار لما يقوم به مركز البستان من عمل، وعدد الحيوانات النادرة الموجودة داخله، والتجارب والبحوث التي يقوم بها المركز، بالإضافة للهدف الذي يسعى المركز لتحقيقه، وهو المحافظة على هذه المخلوقات الجميلة والرائعة. وإننا نأسف أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يولون أي اهتمام للمحافظة على الطبيعة وسكانها من الحيوانات الذين يعتبرون من أغلى الثروات الطبيعية. مشاهدينا، كان هذا الجزء الرابع والأخير من مركز البستان لتكاثر الحيوانات. أما الآن طبعا إحنا بنستأذن الأخت خديجة، إن شاء الله رايحة إجازة. أنا بروح إجازة خبر مشاهدينا، وبتكمل إن شاء الله مكاني زميلة ريم، فأتمنى لكم توفيق إن شاء الله. إن شاء الله، وإن شاء الله أنت أيضا موفقة في إجازة. أكيد إن شاء الله، وإن شاء الله لقيانا قريب أكيد مشاهدينا الظفراء. الحين فاصل قصير وبيرجع معاكم عبد الله وريم في السهرة الفنية، لا تروحوا بعيد. تحياتنا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى فقرتنا الفنية والتي نستقبل فيها أيضا صديق زميلتنا الجديدة ريم، إن شاء الله ريم عارف، إن شاء الله بتكون معنا اليوم في أول حلقات مساء الإمارات. حياك الله يا ريم. حياكم، مرحبا أخوي عبد الله، يا مرحبا وسهلا. صقل موهبته بالاستماع لقدماء العمالقة، وهذا ما كان يخالف عمره وسنه، واكتشف أفراد أسرته أنه يملك صوتا جميلا وواعدا، وكان الذي تمناه. مرن نفسه على الغناء بشكل متواصل بلا كلل ولا ملل، وعرض عليه الفن منذ سن مبكر، ورفض لعدم اقتناعه بما قدم له، كونه كان يرغب بشيء يظل عامرا وليس شيئا سريع المنال وسريع الزوال. مشاهدينا الكرام، نرحب بالفنان طارق المنهالي، يا مرحبا وسهلا، منور معانا في الاستديو. النور نورك يا اختي، الله يرحبكم عفوا الله. الله يسلمك، حياك الله اخوي طارق، الله يسلمك يا رب. نحن تعودنا في برنامجنا نستهل ونطلع على الجمهور باغنيه طربيه. ان شاء الله. فشو تقدم لنا؟ اولا ارحب بكم وبالجمهور، وشكرا للاستضافه. الله يسلمك والله يطول عمركم. ان شاء الله نرحب باغنيه للفنان الراحل طارق المداح، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما عليك امر طارق، بس المايك بنطلع وياه. مرحبا بك يا هلا، يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا، يا حبيب الله عطاك. مرحبا بك يا هلا، يا هلا يا مسهلا، مرحبا بك يا هلا، يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا، يا حبيب الله ضاك. انت ما مثلك بشر يا قمر 15، انت ما مثلك بشر يا قمر 15، زاد همي والسهر من هواك ومن غلاك. مرحبا بك يا هلا، يا هلا يا مسهلا، جامع زين وحلا، يا حبيب الله عطاك. يا حبيبي مراني بالهوى عذبتني، يا حبيبي مراني بالهوى عذبتني، شوف غرامك ضرني مت وتعبني هواك مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مسهلا جامع زين وحلا يا حبيب الله طاك جامع زين وحلا يا حبيب الله عطاك. ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. بمناسبة انك قلت يا مرحبا ويا سهلا نحب بعد نرد ونرحب فيك نقول لك تبارك الرحمن يعني من الاصوات المميزة الله يسلمك حضورا وصوتا وعزفا وكل شيء تبارك الرحمن. الله يعطيك العافية شهادة اعتز فيها طبعا. الله يسلمك يا طارق. الله يعطيك العافية ان شاء الله. طارق ما شاء الله انت كانت نشأتك في امارة ابو ظبي. نعم. طبعا معروفة بروحها التراثية. فخبرنا عن هالتراث والنشأة في أبو ظبي كيف أثرت فيك وفي فنك تراثيا؟ والله يا أخوي الحمد لله أنا من مواليد مستشفى التوام في العين أساسا وبعدين ترعرعت وتربيت في أبو ظبي يعني انتقلت في فترتي هذه والحمد لله مدينة أبو ظبي من المدن اللي لا زال التراث عامرها بشكل قوي الحمد لله واهتمام الهيئات الحكومية رب لك الحمد واهتمام الشيوخ بالتراث ضخم الله يطول بعمرهم والله يعطيهم الصحة والعافية فتوجهت أنا للون نوعا ما شوية كلاسيكي قديم نعم. وكنت أحب أسمع كثير ناس قدامى يعني مثل الراحل جابر جاسم من تراثنا الإماراتي اللي نفتخر فيه وتعلقت نفسيتي من صغري يعني باللون هذا جميل فكان مرتع أبو ظبي يعني دائما وبراريها وطلعاتي ويا الشباب نعم. كلها كانت تدعيني إني أتم مستمر على اللون هذا ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا مدينة العين معمة في الفنانين اللي طريتهم يعني من أكبر الأسماء نعم اللي طلعت من مدينة نعم. العين فعلا صحيح. بنسألك عن بداية حبك للعود بداية ما اكتشفت أن أنت صوتك حلو وأن أنت عندك الموهبة هذه دق العود ليش اخترت العود يعني بالذات مو بآلة ثانية؟ عفوا أختي الكريمة العود هو ليش أنا اخترته هو أنا حبيته صراحة اللي حببني فيه طبعا من بداياتي الفنان عواد الجوهر كان عزفه مميز على هذه الآلة خلتني دائما أتعلق بأني من الفنانين عواد الجوهر اللي ربط نفسه بالعود كثير نعم في أغانيه فحبيت الآلة وطبعا من عمري 12 سنة بديت أتمرس عليها بدعم وتشجيع من أهلي يعني واستمريت فترة من الزمن أحب الآلة هذه حبي لها خلاني أجلس ساعات طويلة أتمرن في المنزل يعني بيني وبين نفسي في البداية طبعا ما حد علمني كثر ما أنا كنت أختلي بنفسي تعبت على نفسك اي نعم لا ما مو تعبت على نفسي الآن في ناس تعلمت فيهم يعني أنا حاليا من طلبة بيت العود العربي التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة هذا قصة ثانية نحن بناخذها أيضا لكن متى بدأ معاك اللي هو استخدام العود وشاركت من عمري من المشاركة ولا بداية لا العزف؟ هو شارك حياتك من 12 سنة 12 سنة ما شاء الله نعم كان من عمري 12 سنة كنت ما شاء الله زين عايل نسمع شيء دندنات على العود مع مقطع جميل يكون ان شاء الله حاضر تفضل اللي تامرون عليه الله يسلمك يا طارق ترى اليوم نحن ناخذ من عندك الفن ترى ناخذ اللي تجعبته كلها يعني ناخذ اللي عندك وقتنا نحن مو وايد طويل لذلك نحاول نستثمره بان احنا نسمع صوتك ونسمع دندنتك على العود نسمعكم شيء سعداتي سيد الخود المزايني راني يرفق بحالاتي دامني سيد الخود المزايد راني يرفق بحالاتي دامني في حبك ارهيني. انت مقصودي وراداتي وانت شربي ليهنيني، انت مقصودي وراداتي وانت شربي ليهنيني، واجمل ايامي وساعاتي يوم فيها تنظرك عيني. سيدي يا سيدي ساداتي سيد الخود المزايني راني يرفق بحالاتي دامني في حبك ارهيني. هذا شيء تراثي يعني. نعم طبعا معروف. هاي من اشهر يعني الاغاني على فكره اللي انشهرت سيدي يا سيدي. نعم وكلمه جابر جاسم العديد من الفنانين يعني غنوها. صحيح وايد من الفنانين غنوها يعني تميزها بكلماتها ولحنها هو تراثي وكل الاجيال حسب شوف من الزمن الاولي للحين الناس يا ستر ما تحصلين جلسه الا بها. طبعا طبعا ما يذكر التراث الا مع جابر جاسم صراحه لروعه ما قدم. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه ويروح الجنه. كنا نتكلم عن الجلسات. أنا سمعت أن عندك جلسات المينا؟ ها؟ جلسات المينا؟ جلسات؟ المينا. المينا؟ لا. في منطقة المينا عندك جلسات مع شباب تلتمون تدقون عود. جلسات خارج جلسات الشبابية. جلسات الشبابية نعم في المينا. منطقة المينا نحن قريناها لأن المينا في أبو ظبي. في المينا يعني في جلسات. لا الجلسات الشبابية قصدك أختي موجودة. أي صوب. صوب مينا. وين ترى بعرف لا المينا ترى وين؟ صوب المينا نيلس نحن بس مو دائما صراحه عاده ما يكون تجمعنا بالنوادر. نعم. ان نيلس يعني عاده في الميلس او في المينا او الوقت الحالي مع الشتاء والهبوب البارد في البر. نعم. معروفه يا اساس نخطف عليكم. لا يا مرحبا بك. الله يحفظك. معروفه ينسة المينا البحر قدامك والبوانيش وتحس ان التراث قدامك والشباب ملتمين وبحر مفتوح الكرنيش عندك كله جواء السيايير هناك تمر فاحيانا يجون شباب نعرفهم وما نعرفهم ودائما نيلس بطريقه جميله مثل هاي يعني نحن نحيي فيها الفن بطريقه بسيطه. حضورك يكفي طبعا بروحك. الله يعطيك العافيه نتشرف. بروحك في الجلسه تكون تدق عود وتغني ولا هالشباب ايضا يكون عندهم في فنانين موجودين معك من الشباب او هاوين ويشاركونك الدندنه والغناء؟ والله يا اخوي عاده الشباب وايدين والهاوين اللي يعزفون على آلة العود كثار ما شاء الله في الدولة، فنيلس احيانا نلتم ويا بعض ونيلس واحيانا عازفين الايقاع يكونوا موجودين. ما شاء الله. احيانا عازفين القانون عندنا ربعنا بعد يعزفون. ما شاء الله. ما شاء الله. زين على الايقاع والقانون انت يعني ما شاء الله درست الاصوات المقامات في بيت العود العربي، هذا تابع لهيئة ابو ظبي الثقافية صحيح؟ نعم. نعم لاي مدى انت في رايك الفنان يحتاج الى مثل هاي الدراسات؟ وتخبرنا بعد عن بيت العود العربي. بشكل مختصر بيت العود العربي نحن كلنا فخر بأن هي جهة حكومية اللي هو تابع لهيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة. نعم. اللي هو بإدارة الفنان العازف الشهير نصير شمه. ما شاء الله. اللي هو مشرف عليه وحاليا مشرف على تدريب. نعم ما شاء الله. وكمشروع تخرج يعني أنا أفصح لقناتكم قناة الظفرة. مشكور. إن شاء الله راح أكون أول فنان إماراتي بإذن الله أتخرج من عندهم. ما شاء الله. بإذن الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خلال الفترة الجاية هاي إن شاء الله أنا لي تقريبا سنة وستة شهور معاهم. ما شاء الله. البيت العود جهة حكومية قوية جدا فيها فطاحلة من الدكاترة اللي يدرسون الصوت والسولفيج والفوكاليز والأشياء اللي ممكن أي فنان ممكن يسلك الطريق هذا يستفيد منها. أنا شخصيا استفدت أشياء كثير منها. أنا التحقت بهم من سنة وستة شهور واستفدت منهم الشيء ما شاء الله عليك الوافر صراحة. وأشكر هيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة على البادرة هاي. وأوصي كل من لديه الموهبة أنه يتوجه. هذه جهة حكومية متوفره للجميع وعندهم الامكانيات ما شاء الله. نعم موجوده الامكانيات. كل من يبي يصقل نفسه يروح عندهم. نعم. نعم. اذا ما شاء الله اذا هو خريجهم الفنان طارق لسه ما تخرجت باذن الله. ان شاء الله قريب. تخرج علي ايدهم باذن الله يعني. ان شاء الله قريب. فهذا يكفي هذا بروحه يعني شرف وسام تبارك الرحمن. الفنان طارق شو جديدك؟ والله اختي جديد. شو جديدك مع ملحنين؟ شو جديدك مع كلمات؟ ما الجديد موجود ربي لك الحمد. نحن باكر صرح شيء عن طريق اشرح بس ما راح اعطي تفاصيل طويله. انا اولا اقدم تحيه للملحن الاماراتي ملحن الوطن اخوي وعزيزي الملحن سيف القبيسي. طبعا نحن نتعاون باذن الله في القريب العاجل وان شاء الله راح ينكشف عنا الستار باذن الله اما قريب وراح يكون لكم سبق في هذا الشيء اوعدكم يعني. انت بيطلع البومات الحين طارق ولا بعد؟ لا والله انا اول اغنيه اصدرتها واول ظهور لي كان في هالسنه ربي لك الحمد في العيد الوطني 43 اغنيه وطنيه كانت باسم امارات الوفاء. من ضمن الاوبريت ما شاء الله كانت ولا لا مش اوبريت هو كان اوبريت مفرد. نعم مفرده لي انا الحمد لله تعاونت فيها مع دوله الامارات. اي نعم هاي اخر شيء لا هاي نختتم بها ان شاء الله. اي نختتم فيها بس ما تتذكر يوم ما كنا في روح الاتحاد اول اغنيه حطيناها نحن لطارق المنهالي ما شاء الله. اي بس الحين ما شاء الله يعني انت اذا اول ما يتبادر لذهنك خارج الخليج حق من تغني؟ ما فهمت قصدك يعني الان انت اذا خرجت من الخليج عرفت كيف والاغاني التراثيه والاغاني الخليجيه بلغات اخرى وين تروح؟ والله يا اخوي الفكره ليست قائمه عندي صراحه ولكن انا لا افكر وين تروح انت كنفسك مع شخصيا يعني انا شخصيا والله اذا حبيت اني اغني راح اغني في المشرق العربي مصر احدد يعني الفن المصري اذا توجهت يعني لان العراق اتوقع تكون موجوده عندهم يعني احنا تشبعنا كخليج من وراء الفن المصري والثقافه المصريه. شو الاغاني لا هو كان مقصده ظنتي عبد الله اذا تحب تغني في لغه غير اللغه الخليجيه يعني مثل بلهجه تقصد اللهجه يعني شو مثلا حد من الفنانين لو ام كلثوم مثلا او شو الفنانين المقربين لك مثلا من سوريا؟ بغني اذا طبعا شرط اذا كنت اجيد الشيء هذا بس يعني الدندن بينك وبين نفسك مرات مثلا لام كلثوم والله لا بالدندنه الصريحه اللي هي التمكن. نعم أنا في الخليج يعني متعمق في فني أولا فن تراثي والفن الخليجي كلنا هو لوننا اللي نريد نوصله. صحيح. أنا عندي رسالة إني في لون أريد أوصله يعني مثل ما وصلونا إحنا نريد نوصلهم. هذا رائع هاتين إحنا خلاص عاد ما نتكلم برا. صوت عبد الله ما شاء الله في مزيج من طلال مداح من عباد الجوهر من محمد عبده نبرته حتى في حنان صوتك في النبرة الكلاسيكية وفي يعني سبحان الله في حنية في الصوت في صوت يقول لك حاد وفي صوت حنون أنت من الأصوات الحنونة تبارك الرحمن والقوية. إحنا ما نبي نطول ما نبي نتكلم وايد نبي نسمعك. دام انك طريتي عباد الجوهر نسمعكم شيء منها لو حابين ما عندنا مشكله. اغنيه شهيره جدا للفنان عباد الجوهر دخلت قلوب الملايين. نعم. اللي هي تدرين وادري بنفترق. الله من اجمل اغاني من اجمل اغاني صحيح يعني والالحان المتميزه طبعا اخطبوط العود عباد الجوهر مشهوره جدا. نعم. تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق احنا اتفقنا بكل شيء الا الزمان معي الزمن لا نتفق، تدرين وادري بنفترق، تدرين قلبي بيحترق. احنا اتفقنا بكل شيء إلا الزمان، عي الزمن لا نتفق. لا تزعلي لو نفترق، قلبك خلي وقلبي أنا اللي بيحترق. يا فرح عيالا يطول، قولي وقول إن كان عندك لي حلول، قولي وقول. يا وردة في كل الفصول، يا فرح عيالا يطول، قولي وقول إن كان عندك لي حلول، قولي وقول. يا فرحة القلب الحزين، الوقت مر ومالك عذر، كان اكتبي ننسى العمر ننسى السنين. يا فرحة القلب الحزين، الوقت مر ومالك عذر، كان اكتبي ننسى العمر ننسى السنين. ونذوب في حب وحنين، ونذوب في حب وحنين. تدرين وش سر الحكاية، الوقت مر والكل شي لابد نهاية، حنا قربنا من النهاية ومالك عذر. يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول، يا بسمة الثغر الخجول إن كان عندك لي حلول. وإن كان ودك نتفق ولا ترانا بنفترق، لا تزعلي لو نفترق، قلبك خلي وقلبي أنا اللي بيحترق. ما عاش اللي يحرق قلبك، تبارك الله يعافيك. دخلناك في الحزن شويه، سامحوني بس هاي الاغاني الطربيه يعني فعلا تسعد لها المسامع يوم تسمعها. عبادي ودقه عوده ولحنه وكلمته يعني فعلا تحس في الاصاله، تبارك الرحمن. وصوتك جميل جميل حتى للاغاني هذه تنقى فيها. الله يسلمك الله يحفظك ما شاء الله تبارك. نحن طارق للاسف وصلنا لنهايه الفقره، نرحب بكم مره ثانيه، وانت ايضا ترحب بريم اليوم اول يوم معانا ان شاء الله في مساء الامارات. نتشرف والله بكم، الله يحفظك يا رب الله يسلمك. طبعا قبل لا نحن مثل ما قلنا نحن يعني ننهي فقرتنا باغنيه وطنيه اللي هي اوبريت انت طلعت فيها، لكن قبل ما ننهي نحن بنودع الجمهور انا وريم. ريم تودعين الجمهور؟ ما ننسى نتواصل وياكم طبعا على الموقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر وانستغرام، ورقم الواتساب هو 0561538644. طبعا لقينا يوم الاحد ان شاء الله باذن الله يوم الاحد في مساء الامارات في امان الله. وانا بودع ان شاء الله. لا انا بودع، ما ودعت انا بعدني. تفضل. اذا مشاهدينا ان شاء الله نترككم مع الفنان طارق، هو ينهي حلقتنا لليوم، اما نحن ان شاء الله انا وريم نراكم يوم الاحد القادم باذن الله في امان الرحمن. تفضل. يا بلاد الخير وبلاد الحضارة، التهاني قلت أقدمها هدية. يا بلاد الخير وبلاد الحضارة، التهاني قلت أقدمها هدية. عاد عيدك يا وطن زايد وداره، يا إمارة الوفا والمقدرية، يا إمارة الوفا والمقدرية. زايد الوقفة تاريخ بوقاره، زايد الفزع ونار العز حيا. زايد الوقفة تاريخ بوقاره، زايد الفزع ونار العز حيا. والخليفة قلت بارك لمساره، قايد الدولة عسى أيامه مدية، قايد الدولة عسى أيامه مدية. الكرم عنوان الاسم وافتخاره، باسم راى الطيب واليمن الصخية. الكرم عنوان الاسم وافتخاره، باسم راى الطيب واليمن الصخية. والوفا محمد ترى طيب وجساره، هو ولي العهد وعزمه قوية. والوفا محمد ترى طيب وجساره، يا ولي العهد وعزمك قوية.